الحقيقة كنت جاية سعيدة جدا إلى أن صدمنا جميعا بخبر وفاة السلطان قابوس رحمه الله. تعزية القلبية من المحور من أسرة مسا الورد لأهل سلطنة عمان. ذلك القابوس العظيم كان رجل بعيد عن كل المهاترات والمنازعات، كان مركز مع شعبه وطلع وارتقى بذلك الشعب إلى أماكن عالية جدا، وكان محبا لمصر. في زمن السادات الله يرحمه حصلت مقاطعة من بعض الدول العربية، هو رفض أي مقاطعة مع مصر لأنها كانت في قلبه. رحمك الله، تعزية القلبية لأهله ولشعبه، كان رجلا عظيما وداعا السلطان قابوس.